الدول بالدول لا تتأثر بخلافات عارضة أو بأوضاع داخلية يؤخذ على صاحبها أو لا يؤخذ عليه. علاقات الدول قائمة على الاحترام المتبادل، واحترام ذلك واجب رئيس الدولة. لطفي عيسى مساء الخير. مساء الخير، مساء النور. أهلا وسهلا مع لطفي عيسى، الفقرة متعلقة بالثقافة والمجتمع. هاي تفضل لطفي. سي عبد الفتاح، ليلى عندي صورة حول سي عبد الفتاح اللي هو ان جوريست، قبل كل شيء هو رجل قانون متضلع في الـ في الـ في العمل نتاعو، وهو ايضا صديقي، وسمته سمت زيتوني. لكن عبد الفتاح مورو بالنسبه لي انا هو مزيج من هالمجموعات الكل. وانا في سنوات شبيبتي وحتى بعد كنت نشاهد كثير من الافلام، اكيد انك انت ايضا كنت تعرف لسيني كلوب، وكنت في الوقت نتاعك زاد كذلك تتابع في المساله هذه. انا كي راه مثلا على الصوره هذه راه عبد الفتاح مورو، فهمتني، وراه فيتوريو غاسما، وراه بحذاه انتوني كوين. الشخصيه نتاع عبد الفتاح مورو تظهر لي تنجم تكون كما تنجم تكون جوريست، كما تنجم تكون سياسي، كما تنجم تكون ممثل بارع. هذاك علاش ممثل، رد بالك خذها في المعنى الجيد راهو، لان الناس يعتقدوا في اخر الامر انه قضيه التمثيل هذه كانها معناها فيها السياسه التمثيليه، لا مش المعنى هذا، معنى اخر تماما. ثم هل تكوينك، مش تكوينك في الاخر، هو الجانب الثقافي والجانب البيولوجي الاثنين، معناها الفيزيولوجيا نتاعك هي مختلطه، الجينات نتاعك هي جينات تونسيه مختلطه، هل الامر هذايا يمثلش لبس بالنسبه للناس؟ لا، هو يمثل، يمكن يمثل ميزه، ثراء حقيقي، يمثل ميزه ويحول الى ثراء لينتج ابداعا اذا كان يريد صاحبه او تتوفر له الامكانيات. اما انا مهنتي مهنه محاماه وهي مهنه ربحيه. صحيح. بعد وقت اللي قلت لي تماما هي مهنه ربحيه. وتتلائم مع ميولاتي وارى في نفسي هذا النازع. لكن بالنسبه للميولات الثقافيه انا مؤمن بان كل ثقافه تكون رافدا مثريا يساعد هذا العقل على النمو. كل كتاب جديد نقراه، كل صوره نراها، هي بالنسبة إلي شباك يتحل ونتنفس منه ريحة جديدة. في لعبة الكوريدا الإسبانية، أنت تعرف مصارعة الثيران، ثم مقولة معروفة جدا تقول مورو آت تورو. ماذا تعني هذه المقولة؟ أنا ما عنديش معرفة بهذه اللفظة هذه. مورو ماذا تعني؟ العربي مورو هو المورو، والمورو هو اللي جاي من موريتاني، اصله هو الاسمر البشره، وبعد ولا هو العربي. يعني لومور، معنى بالنسبه لي انا في اللعبه هذه ايش فما ثور، ثم ثور يتعين قتله لانه يشبه في سحنته المورو، شكل المورو. فوالا توسم في لومور. واحنا كنا اللي حبيت نقوله هو انه بين الضفتين هناك تصورات قصوية. نحن لدينا تصورات قصوية حول المسيحية، كما لديهم هم أيضا تصورات قصوية حولنا. هو هذه كانوا يقولوها في تونس، يقولوا إن كالة في المورو نكالة في المورو، وهو معنى إقصائي. يعطيك صح. لكن يا ليت أن نحيوها التراث السيء. صحيح. هم ينحيوه وإحنا نحيوه. صحيح. شوف، أنت مريت بتجارب متعدة، تجارب فيها التصوف، انت كنت في الطريقه المدنيه موك، فهمتني، وكنت كذلك في هذا في الستينات، اول الستينات، وكنت ايضا وراء تكوين الجماعه الاسلاميه، وكنت ايضا في الاتجاه الاسلامي، وكنت في حركه النهضه، ثم عدت الى حظيره العمل في حركه النهضه بعد المؤتمر نتاع 2012. ما الذي تغير حقيقه وفي العمق؟
في شخصية عبد الفتاح مورو الشيخ المعمم والمناضل السياسي. أنا قاعد نتعلم من الحياة، كل ما نقرب من الحياة أتعلم. أنا كنت أنظر إلى الحياة على بعد، نعم، قاعد على شجرة ونتفرج في الدنيا. لكن وقت اللي طابت للأرض تعرف اللي فما واد وفما صخرة وفما جبل وفما حيوان يعطلك. جاي. ولذلك ممارسة الحياة هي اللي تساعد الإنسان على أن يفهمها ويكون أكثر نجاحاً، لأن النجاح ليس للمتفرج وإنما النجاح لمن ينزل إلى الميدان. متفقين. لكن هل أنك تعتبر مثلي؟ أنا نعتبر، مش أقول لك أنا كيفاش الرا عبد الفتاح مورو بالنسبة لي، أنا نعتبرك كترياق ضروري، كالدواء، كترياق ضروري لأهلنة حركة النهضة. وفيت أنت عنصر التونسة الأساسي داخل هذه الحركة، هل تتفق معي في هذا؟ يقينا، لأننا جذوري في حركة النهضة هي جذور تونسية راجعة إلى حركة الإصلاح التي قامت في 19 وتمادت في 20. يمكن تمثلها أنت لكن ما يمثلهاش زملائك. على كل حال قاعدين التونس متفقين في لغتهم وفي تصرفاتهم. تشوف كو سي سانسير كوم ريبونس، يعطيك صحة. نتعديه بربي كان أمكن أي فما جرافيك من بعد ولا سي صافي سو جرافيك. هل الصورة هذه تلاحظ أنه عندنا ثلاثة مشائخ بالمعنى اللي نفهمه أنا للدين الإسلامي، هما مالك بن نبي، وكذلك دونك عندنا تجديد التفكير الديني اللي هو محمد إقبال، محمد إقبال لاهوري مكتوب لاهوري، فهمتني. ثم لدينا شخصية مهمة جدا، شخصية خلافية، محمود محمد طه. كل واحد منهم له لديه مقولة. المقولة الأولى عند مالك بن نبي والغريب أنها في كتاب شروط النهضة، وانت فاهمني ايش قاعد نقول، إنها لشريعة السماء، غير نفسك تغير التاريخ. المقولة الثانية، كلما أسأت الظن بالإخوان كلما أحسست أنك كنت تحسن الظن بهم، اللي هي لمحمود محمد طه. ثم المقولة الأخيرة لمحمد إقبال، حمان الله من قوم يتخذون الدين تجارة، بالليل والنهار يجوبون البلاد مع الأتباع والأنصار، ينظرون ولا يبصرون، في قلوبهم فقر وصدورهم من الحكمة خواء. ما الرأي عندك؟ يقين احنا مرينا بفترة من الفترات أصبح التدين بالنسبة إلينا سمتا ظاهريا. صحيح. وصورة ماتت فيه الروح ومات فيه الإحساس ومات فيه الإبداع وتعطل فيه العقل. صحيح. وكتبنا ذلك وحملناه على ظهر الدين. هل رأيك من رأي محمود محمد طه في خصوص الإخوان؟ كبيرة شوي. إيه من عرش حسب رأيك كبيرة. علاش كبيرة؟ كبيرة لأنه عمم. إيه؟ يمكن هذا يوقع الواحد ولا هل أنه يتعين علينا أن نحسن الظن بهم؟ أنا قلت من سلامة الإنسان سوء ظني بالناس، وقلتها وما زلت نعاود فيها. جيد. أن تحتاط لنفسك ولا يغرك السمت ولا الكلام الحلو. صحيح بالتفقين. ثم ثلاثة مقولات إخرانين نحبك تحاول معايا لأنهم يهموك على الأخر. أنا أعتقد أنهم يهموك على الأخر. ما نعرفش عملنا أنهم كادري ولا ما عملناش بالنسبة لهذو ثلاثة. هما ثلاثة صور ري ولا الشمس واحدة كثيرة المعاني، والنجوم عدد كثير قليل عند طلوع الشمس. لمن هذه المقولة؟ لمن هذه؟ أي لا أعرفه. لأبي الحسن الشاذلي. يقين. ولا ثاني مقولة، هذا كلام رباني. ولا ثاني مقولة، تقبل الهمم على الدنيا فيكون الخاص في الخلق غريب وبينهم مجهول. عاود لي. تقبل الهمم على الدنيا فيكون الخاص في الخلق غريب وبينهم مجهول. يقينا، لأنه عندما تصبح الناس لا تعير إلا بالدنيا ولا تعير إلا بالمادة يصبح أصحاب القيم. من قال هذا؟ ما أبو يوسف الدهماني. ممكن. ولا. ثم أخيرا غياب أبو يوسف الدهماني. أبو يوسف الدهماني هو ولي صالح، عاش في القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر، وعاش بجهة القيروان. ونذكركم راه موجود. هذا ليس اختبار، مش اختبار، هي فرصة. هذه كسب معرفة. ولا نكمل معاك بالمقولة هذه وهذه تعرفها أكيد. غياب القلب مذهب للذكر باللسان. لمن هذه المقولة؟ ابن عطاء الله هذه.
سيد المنوبي. ايه ما قلتش هكا يا ما كانش تركب. صدقني 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 للسيدة المنوبية في المناقب نتاعها. اي جميل جميل. شكرا يعطيك صح. بارك الله. شكرا لك. تاخذ معنا لطفي عيسى ونستقبل الجزائري وسندا تاجين ونختم بالدبريف الجزء الاخير من